يلا. الخطيب أسطورة كرة القدم ويحتاج إعادة هيكلة نفسه ليكون رئيسا للأهلي بدلا من الشرطة اللي لابسهم وعنده مشكلة. ابعد عن السوشيال ميديا يا نجم، انت حاجة كبيرة، السوشيال ميديا بتأثر على قرارك. إكرامي نجم وحش أفريقيا طول عمره، واتحط في مخاض صعب جدا جدا جدا، وازعم ان اتعرض لظلم جارف. اللي بعده فايلر. فايلر ما شفتوش يعملوش علامات كبيره بالنسبه لي في الكوره، لانه ما تعرضش لمحنه تقيله في الكوره سد فيها. عمرو الجنايني الله يكون في عونه، لانه حمولته تقيله قوي في وقت صعب وارتباك كتير قوي، وهو انا بتعاطف معاه لان مظلوم، واحيانا هو بيعمل حاجات مش راضي عنها بيجيله فيها تقريبا اوردرات بس مش عارف منين. عادل القيعي يكتب مذكراته، وانا قلت له قبل كده الافضل ان تكتب مذكراتك، او الافضل نعمل اعاده تاريخ الاهلي، وكفى ملك وكتابه، لانك دخلت في قصص كتيره والسوشيال ميديا حرق الفيلم ده. وانا عرضت عليه انه يكتب مذكراته او نعمل تاريخ جديد للنادي الاهلي، لانه راجل بقاله 60 سنه في النادي الاهلي. استاذ جمال العاصي، هل ممكن نشوف كارتيرون مديرا فنيا للنادي الاهلي ولا صعب؟ والله برضه دي من ضمن الافتكاسات اللي اشتغلت في السوق. يعني ولا كارترونا، يعني الاهلي ماشي كارترونا قبل كده مش كده ولا ايه؟ انا بسالك، انا ما اعرفش. لا انا يعني ما بحبش الافتكاسات، وما بحبش ان ده يحصل، لان انا ما بحبش كده النسا، معارك كده النسا، وما بحبش ان مصر او الاهلي والزمالك يبقى بينهم معارك كده النسا، وطول الوقت شمشون ولبلب ومين يضرب التاني قلم.